السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج تراحيب، ونرحب أيضا بالمستمعين الكرام عبر تردد 97 FM. مرحب بزميلي خالد النعمة وتميم، مساك الله بخير. يا مرحبا ومسهلا، مساك الله بالنور والعافية عبد الرحمن. حياكم الله مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة، نتابع مع ضيوفنا مواضيع مهمة وأيضا متميزة، هذا وإلى جانب مواكبة الأحداث والفعاليات اللي تشهدها مختلف مناطق الدولة، ومن أبرز المواضيع التي تتضمنها حلقة الليلة، حضرت صاحب السمو أمير البلاد المفدى يجري مباحثات مع فخامة رئيس أوكرانيا، حمد الطبية تدخل تعديلات على نظام استقبال الزوار في كافة مستشفياتها، أيضا انطلاق مؤتمر إدارة النفايات الدولي الأول الذي تنظمه وزارة البلدية والبيئة. إذن كانت هذه العناوين الرئيسية لحلقة الليلة، ننتقل عندك عبد الرحمن. شكرا يا خالد. يا مرحبا. البداية مشاهدينا الكرام، عقد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وفخامة الرئيس فلاديمير زيلينسكي رئيس أوكرانيا جلسة مباحثات رسمية بالديوان الأميري صباح اليوم. جرى خلال الجلسة بحث العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها، لا سيما في مجالات الطاقة والاستثمار والنقل والسياحة والزراعة والبنية التحتية والصحة، كما تناولت المباحثات عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك. حضر الجلسة عدد من أصحاب السعادة الوزراء، وحضرها من الجانب الأوكراني أصحاب السعادة أعضاء الوفد الرسمي المرافق لفخامة الرئيس. وكان فخامة الرئيس الأوكراني قد وصل إلى الديوان الأميري في وقت سابق، حيث أقيمت لفخامته مراسم استقبال رسمي. هذا وشهد حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وفخامة رئيس أوكرانيا مراسم التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين حكومتي البلدين بالديوان الأميري قبل ظهر اليوم. فقد شهد سمو الأمير المفدى وفخامة الرئيس الأوكراني التوقيع على اتفاقية للتعاون في المجال القانوني، واتفاقية تقديم مساهمات إضافية من قبل المساهمين في كيو تيرمينالز، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الطاقة، ومذكرة أيضا تفاهم للتعاون المشترك في مجال الرعاية الصحية، ومذكرة تفاهم أيضا بين جهاز قطر للاستثمار وصندوق ممتلكات الدولة في أوكرانيا، ومذكرة تفاهم في جذب ودعم الاستثمار. كما شهد التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجالي الشباب والرياضة، ومذكرة تفاهم أيضا بشأن الموانئ، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال الزراعة وسلامة الأغذية. إذن لك عبد الرحمن. إلى الشأن الصحي، وفي ظل تشديد الإجراءات الوقائية قررت مؤسسة حمد الطبية فرض تعديلات في نظام استقبال الزوار في كافة مستشفياتها. نتابع التفاصيل في التقرير التالي. أعلنت مؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية عن تغييرات هامة في خدماتها، تشمل تغيير موارد نظام الرعاية الصحية وفقاً لمعايير التعامل مع جائحة كوفيد-19.
وفي هذا الإطار قررت مؤسسة حمد الطبية إجراء تعديلات في نظام استقبال الزوار في كافة مستشفياتها، وذلك ضمن المعايير المتبعة لحماية المرضى والزوار وكوادر الرعاية الصحية من خطر فيروس كوفيد 19. وتتضمن سياسات الزيارة المتبعة حالياً عدم السماح بدخول الزوار لأي مرفق من المرافق السبعة المخصصة لرعاية حالات كوفيد 19، وهي مستشفى الوكرة ومستشفى حزم بريك العام ومركز الأمراض الانتقالية والمستشفى الكوبي ومستشفى رأس لفان ومستشفى مسعيد ومركز الجراحة المتخصصة. بينما تعمل كافة المرافق الأخرى غير المخصصة لكوفيد 19 وفقاً لسياسة الزوار، والتي تشمل بالسماح بزيارة الجمهور من الساعة 3 عصراً وحتى 8 مساءً، ويطلب من الزوار إظهار حالة تطبيق احتراز الخضراء وارتداء الكمامة والخضوع لفحص قياس حرارة الجسم قبل الدخول، ويسمح لكل مريض بزائر واحد فقط في كل مرة لمدة 15 دقيقة كحد أقصى، واستقبال 3 أشخاص فقط خلال فترة الزيارة، ولا يسمح بوجود مرافق، كما لن يسمح بإدخال الطعام، ولا يسمح بدخول الأطفال ما دون 15 عاماً للزيارة. نبقى أيضا وياكم في الشأن الطبي، إذ شارفت دولة قطر على تخطي عتبة 1,000,000 جرعة. تم حتى اليوم إعطاء ما يقارب 900,000 جرعة من اللقاح ضد فيروس كورونا. بعد مرور أقل من 3 أشهر على بدء برنامج التطعيم، شارفت دولة قطر على تخطي عتبة 1,000,000 جرعة. تم حتى اليوم إعطاء ما يقارب 900,000 جرعة من اللقاح ضد فيروس كورونا. وبذلك تحقق قطر واحداً من أبرز الأرقام في المنطقة، مع العلم أن الدولة وفرت أكثر لقاحين أماناً وجودة لتطعيم السكان، وهما فايزر بيونتك وموديرنا، بنسبة أمان تجاوزت 90%. تتخطى معدلات التطعيم اليومية بالدولة 20,000 جرعة، كما تمت إضافة مراكز للتطعيم ليصبح اللقاح متوافراً في جميع المراكز الصحية بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية، بالإضافة إلى مركز قطر الوطني للمؤتمرات وللجرعة الثانية مراكز التطعيم عبر السيارة في لوسيل والوكرة. هذا وتؤكد وزارة الصحة العامة إن الكمية المتوفرة من اللقاح كافية لجميع المواطنين والمقيمين في دولة قطر. أولى ثمار حملات التطعيم للحاصلين على جرعتين يتجلى في قرار وزارة الصحة العامة تمديد إعفائهم من متطلبات الحجر الصحي بعد السفر أو مخالطة المصابين إلى 6 أشهر بدلاً من 3. إلا أن شركة فايزر أكدت مؤخراً أن اللقاح الذي تنتجه فعال بالتأكيد خلال 6 شهور، فيما ذكرت تقارير جديدة أن الحماية قد تمتد لسنوات. وفق خطة وزارة الصحة العامة، ستنتهي مراحل التطعيم محلياً بالكامل في أكتوبر المقبل، ويبشر المعدل المتسارع لعمليات التطعيم بأن العودة إلى الحياة الطبيعية قد تكون أسرع مما نتوقع. إلى موضوع آخر مشاهدينا الكرام، إذ انطلق صباح اليوم مؤتمر إدارة النفايات الدولي الأول، والذي تنظمه وزارة البلدية والبيئة عبر الاتصال المرئي، وذلك بمشاركة عدد من ممثلي المؤسسات والجهات الحكومية وشركات ومصانع القطاع الخاص ونخبة من الخبراء والمتخصصين المحليين والدوليين في مجال إدارة ومعالجة النفايات. نعم عبد الرحمن، طبعا المزيد عن هذا المؤتمر يسعدنا أن يكون معنا المهندس أحمد محمد السادة، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات العامة في وزارة البلدية والبيئة. مرحبا ومسهلا فيك أبو محمد، حياك الله ويانا اليوم. الله يحييكم، مرحبا، شكرا على الاستضافة. لا شكر على واجب. أبو محمد، ودنا نتكلم شوي عن الأهداف من تنظيم مؤتمر إدارة النفايات الدولي عندنا. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا إدارة النفايات، هذا المؤتمر أول مرة يصير في الدولة، هو مؤتمر دولي. طبعا هذا المؤتمر يعكس أولوية إدارة النفايات
في التفكير الاستراتيجي لإدارة دولة قطر لتحسين جودة الحياة ومستقبل الأجيال. نعم. طبعا احنا نتطلع في هذا المؤتمر ان خلال العشر سنوات القادمة نكون مجتمع خالي من النفايات، اللي هي النفايات اللي جاية من اللي رايح حق مكبات النفايات في 2030. نعم. نعم. ان شاء الله. نعم. نعم. ابو محمد، المؤتمر يستمر يومين، يعني ما هي ابرز القضايا والمواضيع اللي راح يناقشها المؤتمر؟ ابرز المحاور ممكن اعطيك اربع محاور اساسيه. المحور الاول اللي هو التكامل بين القطاع العام والقطاع الخاص. نعم. عندك البحوث والتطوير، عندك التكنولوجيا الحديثه في اداره النفايات، عندك فعاليات بلا نفايات. طبعا اذا بتكلم عن التكامل العام، التكامل بين القطاع العام والقطاع الخاص، طبعا هذه لها دور كبير لانه بيوفر الجهد والمال والوقت وبيوحد جهود الدوله لتحقيق اهدافها. معد محور مهم اللي هو فعاليات بلا نفايات. طبعا ما شاء الله دوله قطر الحين صارت حاضنه حق فعاليات سواء كانت عالميه ومحليه على مدار 365 يوم. نعم. في السنه احنا هدفنا ان هذه الفعاليات يكون جزء من اداره النفايات في جميع الجهات في الدولة، أن المنظمين يكون جزء من خطتهم أن هذه الفعاليات تكون بلا نفايات. نعم نعم، واضح. أنا ودي أتكلم أيضا عن أحدث التقنيات في إدارة النفايات، يعني لو نتحدث عنها ونسلط الضوء عليها، أحدث التقنيات في مواجهة مثلا النفايات وإدارتها أيضا ومحاولة يعني التقليل منها. يعني على سبيل المثال اليوم من المواضيع اللي كانت مطروحة في ورش العمل اللي هو تحويل النفايات إلى طاقة. طبعا دولة قطر انشأت سنة 2011 يعتبر أكبر مركز لمعالجة النفايات في الشرق الأوسط. طبعا هذه المركز يحول النفايات إلى طاقة. الكمية النفايات اللي يأخذها بشكل يومي هي 2300 طن من المخلفات المنزلية. يحول المخلفات هذه إلى طاقة تقريبا ما يعادل من 45 إلى 50 ميجا واط بشكل يومي الى طاقه كهربائيه. طاقه كهربائيه عن طريق، نعم، عمليه يعني الحرق يعني اللي تنتج. نعم. من خلالها بالاضافه الى في جزء يتحول من النفايات يحوله الى سماد. هذه السماد احنا بدينا نوزعها على المواطنين في الدوله. جميل. نعم. ماذا عن عمليات اعاده تدوير وغيرها اللي ممكن يستفيدون منها ولا هذه؟ هذا يعتبر اعاده تدوير. في المخلفات المنزليه. نعم. يوميا 2300 طن بتدخل على مركز المعالجه. مركز المعالجه في جزء بيصير عملية الفرز وفي جزء بيحرق بيحوله إلى طاقة كهربائية. وفي جزء بيرجع يستخدمه نفس مثل اللي هو السماد العضوي اللي بنوجهه على النفايات. طيب هذا بالنسبة للمخلفات أو المخلفات المنزلية اللي نقدر نتكلم عنها. زين، المخلفات الأخرى والنفايات الأخرى. النفايات الأخرى طبعا في شركات مختصة موجودة في الدولة حق النفايات الخطرة، وهذه لها إجراء مختلف عن النفايات المنزلية. احنا بعدين احنا نركز في المخلفات الصلبة. نعم. طيب ابو محمد، انا ودي اسالك شوي عن الاستثمار، يعني هذا باب جديد يطرق يعني اذهان كثير من الناس، بدهم يدخلون في هذا المعترك انه يكون في استثمار في هذا الباب بالنسبة للشركات الخاصة. احنا نعرف ان في شركات موجودة قليلة لإعادة التدوير، عندنا نفايات كيميائية، البعض من الشركات متخصصة فيها، البعض من الشركات متخصصة ايضا في النفايات يمكن الطبية. نتكلم عن هذا الباب شوي، باب الاستثمار. طبعا مثل ما تفضلت من شوي اوضح لك ان في الهدف من الاساسي من هذا المؤتمر اللي هو التكامل بين القطاع العام والقطاع الخاص، وهذه ارجع اكرر لك. نعم. ان هذه بيوفر الجهد والوقت والمال. وبيخلي الجهود موجوده من الجميع لتحقيق اهداف الدوله. نعم. طبعا في اراضي موجوده حق اعاده التدوير. تقريبا ممكن اقول لك نص الاراضي الحين تقريبا تخصصت. هي تشمل جميع انواع التدوير سواء مثل ما تفضلت اللي هو مواد كيماويه، سواء المواد الخطره، الاطارات، المخلفات المنزليه، البلاستيك، الورق، المعادن، وغيرها، كلها موجوده وفي يقدرون يعني يقدمون طلبات عن طريق النافذه الواحده. نعم نعم. اذا تم تصنيفها، يعني كل شركه ممكن تتخصص في امر معين من النفايات وتقوم باعاده التدوير. ممتاز. نعم ابو محمد، نتكلم عن المؤتمر بشكل عام، اليوم الاول، بكره ايش ممكن نتكلم عنه في المؤتمر؟ هل هناك ممكن تطلع توصيات او مقترحات لتطوير اداره النفايات او لا؟
طبعا من ابرز المواضيع بكره اللي هو المخلفات الغذائيه، وان شاء الله بكره بيصير توقيع مذكره تفاهم مع جهه من الجهات في الدوله ان احنا نستفيد من المواد الغذائيه المخلفات اللي تطلع من هذه الجهه ونعيد تدويرها ان شاء الله. ولكن هل ترى ان في اقبال او وعي يعني من مرحله التصنيف؟ احنا نعرف ان هذه الشركات يعني اللي تدخل في باب الاستثمار هي يعني تعتاش على عملية التصنيف، أنه يكون في تصنيف ورقي للمخلفات، التصنيف البلاستيكي. هل تشوف أنه زاد الوعي عند الناس في عملية تصنيف المخلفات ولا لا؟ خصوصا في العملية. صحيح، الوعي واضح يعني لكل المقيمين والمواطنين، وعي واضح موجود. طبعا تطور الثقافة المجتمعية هذه طبعا يساعدنا في تحقيق أهدافنا. طبعا بس بذكر لك مشروع احنا بدينا فيه صار لنا يمكن السنة اللي هو فرز النفايات. احنا بدينا بفرز النفايات الحين من المصدر، يعني مثل على سبيل المثال بعض المدارس أضفنا حاوية خارج المدرسة، هذه بتكون حق إعادة التدوير فقط إعادة التدوير. أي جميع المدارس تقريبا احنا حطينا فيها حاويات لإعادة التدوير بالإضافة إلى المراكز الصحية. هذا طبعا جزء من الخطة. احنا شغالين إن شاء الله في الخطة أنه يكون غطي جميع المناطق في الدولة. محمد، يعني ما وضع هذا المؤتمر إلا لمواجهة مثل هذه الأمور أو بعض المشاكل أو الصعوبات؟ ما أبرز المشاكل اللي تواجه دائما في تواجه العالم بشكل عام وأيضا قطر بشكل خاص في إدارة النفايات؟ طبعا في البداية أكبر مشاكل هي الفرز، عملية الفرز. احنا الحين عندنا مناقصه قريبه ان شاء الله بتكون حق محطات الترحيل، بتكون في 4 محطات ترحيل، واضيف بعد ابرز المشاريع الجديده بيكون عندنا مطمر هندسي على مواصفات عالميه بيكون ان شاء الله في الطرح في الفتره السنه هذه في 2021. مطمر هندسي. والمشكله الاولى اللي هي مرحله الفرز. اي طبعا هذا المطمر الهندسي بيكون خلاص يفرز جميع النفايات، يعني بيكون هو كانه الكتروني، هو يقوم بعمليه الفرز. لا، في جزء الكتروني وفي جزء يدوي، يكون لازم طبعا في جزء الكتروني وفي جزء يدوي. بس هذا مطمر هندسي في منطقه مسعيد بيكون ان شاء الله. تم الاخذ بعين الاعتبار ان الدوله مقبله على كثير من الاحداث العالميه والرياضيه يعني والمؤتمرات خصوصا، يعني الحاجة طبعا القيمة الاستهلاكية للأمور اللي موجودة عندك الحين تتراوح نسبيا مع عدد السكان، ولكن لما تجي أو تنفتح الدولة على كثير من المؤتمرات فراح تشوف يعني أمواج غفيرة من الناس تدخل الدولة بقصد يعني السياحة وما إلى ذلك. هل تم أخذ بعين الاعتبار أن الخطط التوسعية في المستقبل تأخذ كل النفايات أو مخلفات مثلا الاستهلاكية اللي تصدر من هذا الشيء ولا لا؟ صحيح، طبعا هذه أخذناها بعين الاعتبار. إحنا على تنسيق مستمر مع جميع الجهات، يعني على سبيل المثال هذا المؤتمر أو هذا الحدث هو كان هدفنا أن تبادل ومشاركة جميع الجهات اللي موجودة في الدولة بالخطط اللي احنا موجودين فيها، سواء احنا نقوم فيها أو هم يقومون فيها. أي فعالية موجودة يعني على مستوى الدولة يكون في تنسيق بيننا وبينهم. بالنسبة حق الخطط المستقبلية، الخطة مستوى هذا المكب الجديد بيكون بيغطي جميع النفايات اللي موجودة. طبعا مثل بس أضيف أنه احنا قلنا هدفنا أن نقلل النفايات اللي تروح إلى المكب. نعم. أبو محمد، يعني قبل ما نتكلم عن جهود الدولة في أو في جهود الدولة الممثلة بالوزارة في إدارة التدوير، لما نتكلم يعني على أبرز النفايات اللي لا يمكن تدويرها يعني وهي ممكن تشكل عائق يعني حتى عشان كيف الواحد ممكن يعالجها أو كيف الواحد ممكن يطمرها؟ شوف، احنا اطلقنا في 18/3 إذا بتضيف على أبرز الجهود اللي يعني اللي أخذناها في فترة 2020، ذكرنا في 18/3 في اليوم العالمي لإعادة التدوير. طبعا أطلقنا بعض المبادرات وبعض الرسائل التوعوية للمجتمع. في هذا اليوم احنا شاركنا بعض الجهات، على سبيل المثال يعني شركة الميرا في إغراش البلاستيك. ممكن أنت تروح هناك في تقريبا 22 الحين فرع، تحط غرشة البلاستيك هذه تأخذ عليها نقاط، وهذه النقاط تستفيد منها جميل. أنت في الميرا، يعني هذه مثال بسيط حق الجهود اللي كانت الفترة الأخيرة. وهي مشكلة طبعا عندنا البلاستيك، احنا موجود مشكلة معروفة طبعا هذه في البلد. صحيح. أنا أعتقد يعني الناس يمكن حتى في مبادرات أيضا أن تصير من قبل يعني المحلات التجارية أن يتم استبدال أكياس البلاستيك بأكياس كان منها مثل ما تفضل، كان فيها في 18/3 بعد شاركنا في اكياس البلاستيك. الاكياس العاديه هي هناك رسائل توعويه يعني تقدم يعني باخذ الاكياس او القابله لاعاده التدوير. يعني وهذه طبعا خطوه مهمه. انا بس ممكن نقطه اخيره ابو محمد، تكلم عن الخبراء والمتخصصين الدوليين اللي كانوا مشاركين في هذا المؤتمر، كيف ممكن يشكلون اضافه في دعم الدوله لاعاده التدوير؟
طبعا احنا مثل ما تفضلت اقول لك احنا عندنا اربع مراحل اللي هو ذكرتهم لك في البدايه اللي هو التكامل بين القطاع العام والخاص. عندك الابحاث والتطوير، هذا جزء يعني المؤتمر بيغطي جزء الابحاث والتطوير. احنا نشارك جميع دول العالم وين واصلين في اي مراحل النفايات، ما في اداره النفايات. مثل ما ذكرت لك ان مركز المعالجه يحول النفايات الى طاقه، هذا جزء منها. برز النفايات احنا شغالين في التوعيه مثل ما قلت لك على المراكز الصحيه والمدارس، هذا بيكون في حاويه خاصه حق اعاده تدويرها. الله يعطيك العافيه. يمكن وصلنا الى ختام هذه الفقره، كل الشكر للمهندس احمد محمد الساده وكيل وزاره المساعده وشؤون الخدمات العامه في وزاره البلديه والبيئه. موفقين مهندس مشكورين. احمد الله يعطيكم العافيه صراحه على جهودكم. الله يعطيكم العافيه. بالتوفيق يا ابو حمد. اياك مشكورين. اذا اعزائي المشاهدين ما زلنا مستمرين معكم، ولكن نطلع الى فاصل قصير ونرجع بعده لمتابعه حلقه الليله من ترحيب، خلكم معنا. حياكم الله مشاهدينا الكرام من جديد بعد هذا الفاصل، وننتقل وياكم إلى فقرة الأخبار المحلية السريعة. نبدأ بالخبر الأول، حيث أكدت وزارة الصحة العامة أنه لن يسمح بدخول أي شخص لمركز قطر الوطني للمؤتمرات لتلقي اللقاح إلا إذا كان لون تطبيق الاحتراز أخضر فقط. وفي حال الخضوع لفحص كوفيد-19 يجب الانتظار في المنزل مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية لحين ظهور النتيجة والتأكد من أنها سلبية قبل تلقي اللقاح. إلى الخبر الثاني، حيث أعلنت هيئة الأشغال العامة أشغال عن إنجاز 80% من إجمالي أعمال تطوير حلبة لوسيل الدولية، حيث أسهمت هذه الأعمال في إنجاح فعاليات جائزة قطر الكبرى ضمن بطولة العالم للدراجات النارية. وتشتمل أهم الأعمال المنجزة على تصميم وتنفيذ نظام إنارة حلبة السباق والغرف الخاصة بتجهيز المتسابقين. إلى الخبر الثالث والأخير، حيث أطلقت إدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الدورة الشرعية في فقه الزكاة والصيام، وذلك بمشاركة نحو 150 إماما. وتأتي هذه الدورة ضمن فعاليات برنامج مسارات ومنارات الذي يتضمن إقامة دورات تأهيلية للأئمة والمؤذنين والخطباء. هذه كانت أخبار محلية سريعة، وننتقل الآن إلى الزميل خالد بتميم. عندك. نعم شكرا لك يا عبد الرحمن. أيضا وفي موضوع آخر، حيث شهدت المراكز الشبابية التابعة لوزارة الثقافة والرياضة زيادة كبيرة في أعداد المشاركين في أنشطتها المختلفة خلال العامين الماضيين، وذلك طبعا على الرغم من تأثيرات جائحة كورونا. شهدت المراكز الشبابية التابعة لوزارة الثقافة والرياضة زيادة كبيرة في أعداد المشاركين في أنشطتها المختلفة خلال المرحلة الماضية، فقد بلغ العدد الإجمالي للمشاركين في الأنشطة خلال العام الماضي أكثر من 61 ألف مشارك على الرغم من تأثيرات جائحة كورونا. ويعود الإقبال الكبير على المشاركة في أنشطة المراكز الشبابية إلى إقامة فعالياتها عن بعد، وقد لاقت تجربة استحسان الشباب ووفرت فرصاً للمراكز للاهتمام بمنصاتها الإلكترونية المختلفة وتطويرها. وشهد العام الماضي تزايد أعداد القطريين والقطريات المشاركين في الأنشطة بالمراكز الشبابية بنسب كبيرة، فقد مثل القطريون نسبة 55% من إجمالي عدد المشاركين، حيث أتيحت لقطاع كبير منهم فرصة الالتحاق بالبرامج والفعاليات الثقافية والرياضية والاجتماعية. هذا وقد عملت المراكز الشبابية على تنفيذ حزمة متنوعة من الفعاليات، منها الدورات التدريبية والمحاضرات العامة والمسابقات المتنوعة وإقامة المعسكرات، بالإضافة إلى إقامة 40 بطولة رياضية، ليصل مجموع الفعاليات المنفذة في المراكز الشبابية خلال عام 2020 إلى أكثر من 1300 فعالية. وللمزيد عن هذا الموضوع يسعدنا أن يكون معنا السيد فواز عبد الله المسيفري رئيس قسم المراكز الشبابية والأندية في وزارة الثقافة والرياضة.
مرحبا بك. مساء يا ابو عبد الله، منورنا. شكرا لكم على الاستضافه، ومسي عليكم وعلى الساده المشاهدين. يا مرحبا ومسهلا فيك يا ابو عبد الله. ابو عبد الله، ودي اليوم نتكلم شوي معاك بلغه الارقام. كم يعني كم يبلغ عدد اقبال الشباب على المراكز الشبابيه؟ سوينا دراسه في وزاره الثقافه والرياضه لنقيس حجم مشاركه الشباب في 2022 2020. نعم. بلغ حجم المستفيدين من انشطه المراكز الشبابيه 61900. كان عدد الذكور 24200 ما شاء الله، وعدد الاناث 37600 ما شاء الله، اكثر من 70% تقريبا الاناث يعني. اي نعم. نعم. بعد ذلك نتكلم مع اكثر الفئات العمريه المسجله في هذه المراكز. الفئه المستهدفه للمراكز الشبابيه هي من 15 الى 35 نعم عموما، لكن في 2022 لاحظنا ان الفئه من 25 الى 35 هي اكبر فئه مشاركه في المراكز الشبابيه، بلغ عددها 16800 ما شاء الله تبارك الله. طيب عبد الله، وشو يعني شنو السبب وراء هذا الاقبال؟ يعني قبل ما كنا نشوف للامانه هذا الاهتمام، ولكن في السنوات الاخيره شفنا الناس ترجع مره ثانيه، وكان على ايام الثمانينات والتسعينات كانت هذه الاشياء اللي تسقل المواهب وتعطي المهارات يعني وتبنيها عند الناس. فشنو شنو هذا؟ في 2020 بداية من فبراير 2020 مع جائحة كوفيد، حدثت المراكز الشبابية منصات التواصل الاجتماعي ومواقعها الإلكترونية، واستعدت أنها تستقبل أكبر عدد من الشباب، خصوصا أنه تم نقل جميع الأنشطة لتكون عن بعد. نعم. فنقل الأنشطة عن بعد ساهم في زيادة عدد الشباب المشارك في المراكز الشبابية. نعم. وكذلك رصدنا ان في مشاركات من دول الخليج ومن دول عربيه، خصوصا من دوله الكويت في الانشطه الفتيات. ما شاء الله ما شاء الله. نعم. لو نتكلم على المراكز الشبابيه، يعني يمكن خلال السنتين اللي طافت نجحت المراكز الشبابيه في صقل المواهب الشابه وايضا مواجهتهم او يعني صقل مهاراتهم بشكل عام. هل في خطه عندكم في وزارة الثقافة والرياضة لاستقطاب الشباب مستقبلا، خاصة في 2021 2022؟ استقطاب الشباب على طول موجود في المراكز الشبابية، لكن في مراحل، اللي هي أول شيء تمكين الشباب واحتضان مبادراتهم، كذلك يكون فيه إعطاء فرصة للشباب لإدارة المراكز الشبابية، خصوصا أن تم تحويل إدارة المراكز الشبابية بنظام الجمعية العمومية والانتخابات. ممتاز. نعم صحيح، هذا كان ملاحظ في الآونة الأخيرة، وإحنا نشكركم على هذه المبادرة. يعني أنا ما أعرف يعني أنتم تحاولون تضربون كمثال حي ومثالي أيضا للناس، أن تكون الأمور يعني بشكل انتخابي، ويكون في الموضوع بعض الأحيان تزكية، تحاولون تختارون أيضا في هذه اللجان شباب يكونون أقرب إلى يعني الشباب نفسهم. ولكن هل عندكم مثلا آلية أو توصيات للمراكز الشبابية أنهم والله ينتقون الناس اللي مثلا نقول الموهوبين والمتميزين عندهم، ويتم مثلا احتضانهم أو احتواء مبادراتهم حتى؟ المراكز هي عبارة عن حاضنة للشباب. فالشباب الموهوبين والمختصين في مجالات معينة متاح لهم الفرصة يعرضون إمكانياتهم ويعرضون مواهبهم. تقوم المراكز في إدخالهم في برنامج لصقل مواهبهم عن طريق المراكز المتخصصة مثلاً في مجالاتهم. نعم. هنتكلم على نوعية البرامج والفعاليات، أيضا كل المهرجانات الشبابية، ما هي أبرز المهرجانات أو الفعاليات اللي تقدمونها أنتم خلال الفترة اللي طافت؟ 2020 شاركت المراكز الشبابية ملتقى الشباب القطري الثالث، كذلك نظمنا النشاط الصيفي 2020 والاحتفال باليوم الدولي للشباب، كذلك كان المراكز الشبابية لها اسهامات في جائحة كوفيد، مثل النادي العلمي اللي وقع اتفاقية مع وزارة الصحة لإنتاج أجهزة طبية تساعد وزارة الصحة، ومركز قطر العمل التطوعي كان له اسهامات مع جمعية الهلال الأحمر في الحملات التطوعية. نعم. والمراكز الشبابية في المناطق الخارجية كان لها حملات توعوية ومجتمعية في المناطق المحيطة فيها. ممتاز. نعم. أبقى معنا سيد فواز، لكن نذهب وياكم مشاهدينا الكرام إلى فاصل قصير ونعود بعده لمتابعة الحوار.
حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام، نتابع الحوار مع ضيفنا السيد فواز عبد الله المسيفري رئيس قسم المراكز الشبابية والأندية في وزارة الثقافة والرياضة. مرحبا ومسهلا فيك يا ابو عبد الله، حياك الله ويانا. ابو عبد الله، ودي اسالك شوي عن الأنشطة اللي راح تسوونها الآن في فترة رمضان او حتى توجيهاتكم لهذه الفترة يعني المقبلة. الفترة الجاية الأنشطة عن بعد تطبيقا للإجراءات الاحترازية المعمول بها في الدولة. نعم، راح يكون في أنشطة مخصصة لشهر رمضان إن شاء الله. بعدها يكون في النشاط الصيفي 2021. نعم، ويختتم النشاط الصيفي تقريبا قبل عيد الأضحى مع اليوم الدولي للشباب اللي صادف 12/8. نعم. نعم، هل أنتم دوركم أيضا يعني كإدارتكم هل تعطون مثلا توجيهات للمراكز الشبابية بوضع خطط وآليات تتماشى مثلا مع رؤية الوزارة؟ يعني كل سنة في أحداث تصير عندنا في الدولة، نبغى أحداث وفعاليات رياضية، هل تعطون هذا التوجيه العام ولا دوركم فقط إشرافي؟ احنا دورنا توجيهي إشرافي، بحيث أن خطط المراكز الشبابية يتم مراجعتها والتأكد أنها توافق استراتيجية وزارة الثقافة والرياضة، خصوصا المرحلة هاي 2018-2022. نعم، اللي تركز فيها وزارة الثقافة والرياضة على قيام الهوية الوطنية القطرية. نعم. أبو عبد الله، خلينا نتكلم عن الشباب القطري بشكل عام، يعني هل في نصائح معينة ممكن تقدمونها لهم، خاصة يعني هذه المراكز ممكن يستفيد منها الشاب أو الشابة في إيجاد مواهبهم، ممكن حتى صقلها وتنميتها مستقبلا؟ والله أدعو الشباب القطري لمتابعة منصات التواصل الاجتماعي المراكز الشبابية، كذلك التسجيل في تطبيق شباب الأدعم. نعم، اللي اطلع على الأنشطة والفعاليات اللي تقام في المراكز الفترة القادمة. تطبيق شباب الأدعم تكلمنا عنه شوي. تطبيق شباب الأدعم هو منصة عرض أنشطة المراكز الشبابية، كذلك متاح فيه تسجيل في عضوية في أي مركز يرغب فيه الشباب، سواء قريب من بيته أو مركز تخصصي. نعم، وراح يكون في الفترة الجاية انتخابات وتصويت عن طريق التطبيق. جميل جدا. طيب لما نتكلم عن نوعية المراكز اللي موجودة عندنا في قطر تعمل بشكل فعال الآن، وكل المراكز مختلفة، هي كأنها أذرع للوزارة لتوصل حق هدف معين، ولكن شنو نوعيتها عموما؟ شنو هي أهداف المراكز اللي موجودة عندنا؟ المركز الإعلامي، في شو اسمه النادي العلمي، وأيضا في المراكز الثانية. عندنا تحت إشراف إدارة الشؤون الشبابية بوزارة الثقافة والرياضة 22 مركز شبابي، 7 مراكز عامة اللي هي في المناطق مختلفة، في الدوحة، مركز شباب الدوحة، مركز شباب برزان والذخيرة والإجمالية اللي هي معنية بالمناطق. في مراكز 9 مراكز تخصصية اللي هي مهتمة بنشاط معين، مثل النادي العلمي، مركز الإعلامي للشباب، جمعية القناص، المركز الشبابي للهوايات، وفي كذلك 7 مراكز مهتمة فقط للفتيات. هذه تكون مراكز تخصصية طبعا. إيه نعم، اللي ذكرتهم 7. إيه نعم. نعم. أبو عبد الله، يمكن احنا وصلنا لختام يعني هذا اللقاء، كلمة أخيرة تحب توجهها، خاصة الحين مبني على شهر رمضان، وأيضا ما بعد رمضان إن شاء الله بيكون العيد وفترة الصيف. والله أدعو الشباب للمشاركة والاستفادة من أنشطة المراكز الشبابية والدورات اللي تطرح عن بعد. لذلك أدعوهم مشاركة في التسجيل في جمعيات العمومية المراكز الشبابية اللي تأهلهم للانتخابات وإدارة المراكز إن شاء الله. بإذن الله، الله يوفقكم إن شاء الله، ومشكورين على هذه البادرة الطيبة، وأنتم دائما تكونون سباقين وتحاولون تتعاملون مع الموضوع بشكل ديناميكي، يعني دخلتوا من المرحلة التقليدية وانتقلتوا إلى هذه المرحلة اللي فيها تقنية عالية، وتستخدمون أيضا يعني في تحدي كبير لاستخدام يعني وسائل التواصل الاجتماعي، وأيضا يعني الإطار التكنولوجي لتقديم مثلا البرامج اللي موجودة. فجزاكم الله خير، ونشوفك إن شاء الله أبو عبد الله في لقاء آخر بإذن الله. الله يعطيك العافية. كل شكر للسيد فواز عبد الله المسيفري رئيس قسم المراكز الشبابية والأندية في وزارة الثقافة والرياضة. بيض الله وجهك أبو عبد الله. الله يسلمك. شكرا لك. إذن 70% نسبة تخفيض الأسعار في ساحات المنتج المحلي التي عملت على تسويق 8000 طن من الخضروات هذا الموسم. خمس ساحات موزعة في مختلف مناطق الدولة تعمل على إتاحة الفرصة أمام المزارعين لبيع منتجاتهم للمستهلكين مباشرة دون وسيط أو عمولة. تشهد هذه الساحات إقبالا كبيرا من قبل المستهلكين، وذلك بعد تخفيض الأسعار فيها بنسبة 70%، خاصة أن الموسم يشارف على نهاية الذروة، لا
التي تتميز عادة بوفرة المنتجات وتنوعها. وتمثل ساحات المنتج المحلي واحدة من المبادرات التسويقية العديدة التي يمكن للمزارع المسوقة الاستفادة منها، وقد بلغ عدد المزارع المستفيدة من هذه المبادرة خلال هذا الموسم 159 مزرعة، ووصلت كمية مبيعات الخضروات منذ بداية الموسم الحالي الذي انطلق مع نهاية شهر أكتوبر الماضي إلى 8000 طن تقريبا، بزيادة بلغت 34% مقارنة بالوقت نفسه من الموسم السابق، مما يشير إلى زيادة الإنتاج خلال هذا الموسم، وهو ما يعود إلى الاستفادة من الدعم الذي حصل عليه أصحاب المزارع. وتعمل وزارة البلدية والبيئة باستمرار على توفير كل السبل لتعزيز قيمة المنتج المحلي، وذلك عبر حزمة من البرامج والمبادرات التي تهدف إلى تحسين الأساليب التسويقية لأصحاب المزارع المحلية ليتمكنوا من تحقيق أهدافهم وتحقيق أهدافها كذلك، والتي ترمي إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي. إلى أخبار متنوعة من العالم، وتحديدا إلى سواحل المكسيك التي تشهد نشاطا للراغبين في تناسي الواقع الصعب الذي سببته جائحة كورونا. متابع. باتت مراقبة الحيتان الرمادية في سواحل شبه جزيرة باها كاليفورنيا في غرب المكسيك تمثل نشاطاً رائجاً لدى المكسيكيين الراغبين في تناسي واقعهم الصعب خلال جائحة كورونا. وأعطى وصول هذه الثدييات المهاجرة بالتزامن مع تراجع الإصابات بفيروس كورونا في البلاد دفعاً للقطاع السياحي في المنطقة. وبفضل تراجع الإصابات بالفيروس سمحت الحكومة المكسيكية للسفن السياحية بالإبحار شرط ألا يتعدى عدد ركابها 30% من السعة الاعتيادية، على أن ترفع النسبة إلى 50% لاحقا. ويعتبر خليج كاليفورنيا حيث تتجمع الحيتان شتاء بعيدا من الأجناس المفترسة من أمثال حيتان الأوركا القاتلة، يعتبر من أفضل مواقع المراقبة، إذ يقدم تجربة مميزة للزوار الراغبين بالاستمتاع في مشاهدة هذه الحيوانات البحرية. إذن وفي موضوع آخر، إلى سوريا، وفي إحدى قرى محافظة حماة حول أحد المواطنين السوريين منزله إلى متحف يوثق مراحل صناعة الحرير الطبيعي. لم يجد محمد أفضل من أن يجعل منزله متحفاً يحوي في ثناياه أجود أنواع الحرير الطبيعي المصنوع يدوياً، فهو ينتمي لقرية دير ماما التي تتبع لمدينة حماة السورية، قرية اشتهرت منذ عقود بصناعة خيط الحرير حتى أضحت مقصداً لمحبي الحرير الطبيعي. هو للسيدات الكبار بالعمر اللي كانوا ياخدوه ويلبسوه ويتزيوا فيه ويتجملوا فيه، وهو موضع فخر انك انت عم تلبس منديل حرير، شال حرير. فهذول الستات والنساوين الكبار بالعمر هذول توفاهم الله، والجدد حاليا يعني ايضا يعني غلاء المادي، غلاء شال الحرير كمان يحول احيانا دون شراء، وبالتالي هو حاله كماليه قياسا بالواقع الحالي. 9 أعوام مرت على توقف شبه كامل في مجال زراعه شجر التوت الذي يعيش عليه دود القز. هذا التوقف أدى إلى اقتصار صناعة الحرير الطبيعي في سوريا على 3 عوائل فقط، بعدما كانت قبل 10 سنوات تشمل قرابة 50 عائلة في 16 قرية. بما أنه ما أجتنا البيوض وبالتالي ما أجتنا الخيوط وبالتالي ما في شرانق، وهي بتعطيك لوحدة النتيجة أنه ما في حرير. يضرب محمد مثالاً على التمسك بحرفة الآباء والأجداد رغم سوء الظروف، على أمل أن يبصر حرير سوريا الطبيعي النور بعد غياب طويل. علاقة معقدة تجمع سكان قرية سياحية في النمسا مع السياح الذين يزورون القرية الواقعة في قلب جبال الألب،
فمن جهة يشكل السياح مصدر إزعاج لسكان المحليين، ومن جهة أخرى تعد السياحة مصدر الدخل الرئيسي لسكان القرية. وسط الطبيعة الساحرة لجبال الألب النمساوية تستسلم قرية هالشتاغ للهدوء المطبق بعد أن هجرتها وفود السياح التي اعتادت أن تملأ شوارعها بالحركة والنشاط في مثل هذا الوقت من العام. فقد أدت إجراءات الإغلاق العام بسبب جائحة كورونا إلى تحقيق حلم سكان هذه القرية في الاستمتاع بطبيعة منطقتهم دون أن يزاحمهم السياح. قبل الجائحة كانت هذه القرية تستقبل نحو 10,000 زائر في اليوم، وكان السكان يشتكون باستمرار من الإزعاج الذي يسببه وجود هذه الأعداد الكبيرة في قريتهم الصغيرة، ما دفع المسؤولين عن السياحة في القرية شهر يناير الماضي لاتخاذ إجراءات تهدف إلى تقليص عدد الحافلات السياحية التي تدخل هالشتات حتى لا تتجاوز 50 حافلة في اليوم. وبعد أشهر من الإغلاق الإلزامي يشعر السكان بالحنين لعودة أفواج السياح إلى قريتهم مع بدء تخفيف الإجراءات الاحترازية بعد أن فقد الكثيرون وظائفهم أو مصادر دخلهم التي كانت مرتبطة بالنشاط السياحي. وهكذا تبدو العلاقة بين السكان والسياح معقدة في هذه القرية، فرغم أنهم مصدر دخل رئيسي هنا إلا أنهم أيضا مصدر إزعاج كبير. ولكن أزمة فيروس كورونا جاءت لتمنح سكان هالشتات فرصة للتفكير في أولوياتهم بين مورد اقتصادي سخي ومزعج أو ضائقة مالية مع هدوء ومتعة الطبيعة الآسرة في جوهرة جبال الألب. إذن وبذلك نكون وصلنا وياكم مشاهدين الكرام إلى نهاية هذه الحلقة من ترحيب. لأي اقتراحات أو استفسارات يمكنكم التواصل مع فريق عمل برنامج ترحيب عبر بريد برنامج ترحيب الإلكتروني، أو متابعتنا والمشاركة عن طريق حساباتنا على الفيسبوك وتويتر وإنستغرام وسناب شات. نرحب باقتراحاتكم واستفساراتكم في أي وقت. نشوفكم إن شاء الله على خير. في أمان الله. في أمان الله.